دائما أنا أقولها بشجاعة، يجب أن يلتزم باشتراطات الجدية، ويجب أن نكون دقيقين في معرفة العاطل عن العمل من غير العاطل عن العمل. ولازم تعرف أن في كثيرين موجودين نيته هو الحصول على مكافأة المالية وليس العمل، لأسباب قد تتعدد بالنسبة لأفراد معينين. وجود هالنوع من الناس الغير الجادين تعيق زملائهم العمال الجادين الذين ينافسونهم في الترشيح والفرص والمتابعة، وكذلك أصحاب العمل اللي يقول لي لا ترسل لي ناس غير جادين في قبول الوظائف والتدرب. أنشأنا التدريب، التدريب مفتوح أمام الكل، حتى اللي ما له وظيفة يقدر يلتحق وأنت شخصيا تعرف يلتحق بتدريب يحسن من مهاراته ومن قدرته على الالتحاق بالوظائف المتاحة.